نتناقش، نتحاور، وبعض مرات نتشاكل. السنة دي الوضع اختلف، والضيف بدل ما نسأل براه وحيجاوب. هو وين الغنى؟ هو ما في زفت غنى. أسي يقول لك دي غنى ودي أستاذة. أنا والله الناس كلها شايفة غنات، ما شايفة الأستاذة. لا يقول كيف؟ أخوانا تلوز ضعيف شديد. ضعيف شديد شديد. الله قادر، الله قادر، الله قادر. وعشان الناس بتقول إيقاع الأسئلة كل سنة ماشي أبرد، المرة دي قلبنا الطاولة وضيوفنا حيجاوبوا على أسئلة الهرم الأسود. تواجه اتهامات عديدة من عدد كبير من السيدات بالغش والنصب عليهن من خلال البزنس الذي انضممنا إليه عبرك. لو ما البهروكة والتركيب يا هاجر الدرب كان بقلبهم صعيب. في كلام كده بتقال انه قالوا الجديدي غني فيها سحر. قالوا تحديدا اللحن بتاعه. ما هي حقيقه استبعادك لفنانات من برنامج اغاني واغاني؟ انت بتفتكر انه انا بكون خايفه من فنانات تسحب من نفسها؟ انت متهمه بانك من اضعف المذيعات ثقافه واكثرهن حظا. ها تضرب طلعت فاصل بكبير انا وريك. كادراوية يا عز ثبتنا 100% يا عز. قفل واعتبر نحن في الغنى بنحفر لبعض، بنعفن في بعض، بنكسر في بعض. ما عندنا غنية تقطع البحر الاحمر ده، نسوي منه السودان متضرر. ايوه متضرر ثقافتنا. نحن ماضينا يكون احسن من حاضرنا يا اخي. هسه انا بعتبر ذاته هي ماشيه بالبركه. السودان لسه ماشيه بالبركه بس. والله السنه دي مع الاسف عاملين حساب كل حاجة حتى الموت. عشان كده كل ضيف وفرنا له تابوت. أنا مغولة لا خلال دقيقة. أنا بخاف أقسم بالله. إحنا قادرين نتقمص. يا عبيد يا عبيد أنت لا 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 دي وقعت الحياة بالضبط. اتعمل لي سحر أسود، اتعمل لي عمل في الكلام ده بوديك السجن يا زول. دي اتهامات طبعا. احنا بنقدم اتهام، مجرد اتهامات يعني، مجرد اتهامات. التابوت الداخل موجود والخارج موجود. تشاهدون في رمضان.